نعم نعم أستاذة فوز، شو رأيك بالموضوع؟ أنا أتوقع أنه أكثر هذه الإحصائيات غالبا تكون غير دقيقة، إلى جانب أنه ما بين فترة زمنية وفترة زمنية هناك أحيانا يتعرضون الكثير من الأشخاص للحوادث اللي تخليهم مقعدين أو عاجزين عن الحركة، إلى جانب زواج الأقارب اللي أغلبه بينتج أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً مختلف. فأتوقع أنه الفترة الزمنية لها دور. طبعاً. يعني ولكن هل ترى أنه من الصحة أو أيضاً لي يعني هالأشخاص اللي من هالفئة أنه كشعورهم أنه ما بيتم إحصائهم من بين فئات المجتمع، هل بيأثر عليهم هذا الشيء سلبياً ولا إيجابياً؟ خبرينا عن تأثيره لهالموضوع عليهم. يعني هذا هناك في اختلاف كتير يعني نوعاً ما في هذه الأرقام، وبالتالي أتوقع يعبر عن إهمال نوعاً ما لهذه الفئة، صح ولا لا؟ يعني أنا برأيي أنه ربما يعني المعاقين عندنا أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني فيهم الكثير من المثقفين وكثير من طبعا. اللي وعيهم أعلى من أنه هم يفكروا في موضوع النسبة أو أنه هم يحصوا أو يكونوا ضمن الإحصائية أو نعم. لا، هو كل اللي ما يعني يهمه المعاق أو عفوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يندمج بهالمجتمع أو أنه يعطى حقوقه بالكامل، لأنه أغلب المعاقين بصراحة خصوصا بعد أنا ما صرت قريبة لهم نعم. في هالمجال التطوعي أرى أنه الكثير منهم يهمه انه المجتمع يعترف فيه لما بيندمج بوظيفة معينة، انه ما يكون في تمييز ما بينه وما بين الشخص الطبيعي، يكون في احترام له خصوصا في ما يخص المواقف العامة او غيره من حقوقه اللي هو يعني من الأجدر أنه إحنا نشعر فيها قبل هو ما يشعر أنه إحنا يعني نضعف هذه الجهة الخاصة فيه أو اللي من حقوقه. أكيد. يعني أستاذة فوز أنا معك أنه هنا عندهم يعني مواهب وهناك منهم فنانين وأيضا مفكرين، ولكن حضرتك طبعا كراصدة إعلامية لهذه الفئة تحديدا، يعني المراقبون يرون أن غالبية ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مواهب ومهارات خاصة غير مكتشفة، ويتهمون الجهات الحكومية بعدم تبني هذه المواهب، يعني تحديدا بس ببينوها وبين تبني هذه المواهب فقط في المناسبات الحكومية والمعلنة فقط. ما صحة هذه المعلومات برأيك؟ هناك بعض الأشخاص ينقصهم الوعي بصراحة في هالمجال، خصوصا إذا كانوا من الناس اللي يرون أنه المعاق غير كفء أنه هو ينتج. نعم. وأرى أنه أغلب المعاقين أكثر ذكاء وأكثر عطاء من الشخص الطبيعي، إلى جانب يعني الكثير من هذه الفئة لها عطاء مواهب بتنتج أكثر للمجتمع. نعم. في برضو نقطة اللي هي العطاء المادي أو في كل جمعية خيرية تخصهم في صندوق خاص لهم، يعني غالبا يعني ما يصرف عليهم بصراحة بالكامل أو يكون في بعض العثرات أو خليني أقول بعض ضعاف النفوس اللي يكونوا في هالجمعيات، فما بياخذ المعاق حقه في المادة اللي بالتالي تساعده على التقدم أكثر والعطاء. نعم نعم. أستاذة سهام، يعني هل برأيك أن الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة بتعرضوا لأذى نفسي وعزوف اجتماعي، أم أن الأمر يسير عكس ذلك تماما؟ طبعا في فئة منهم
فعلا ما كانوا مندمجين بالمجتمع. نعم. بس مجرد ما احنا عملنا جمعية الحركية هذه تهدف فعلا لإدماجهم بالمجتمع، خاصة انه لدينا ملتقى شهري، فالآن يتعرفوا على بعض البنات. الملتقى الشهري هذا تكون قسم للرجال وقسم للنساء في استراحة، وطبعا بالشتاء يكون وجبة غداء وبالصيف يكون وجبة عشاء. نعمل لهم أحيانا برامج تثقيفية أو دورات وخلافه، ونفس البنات يعني تعرف على بعض. هذه البنت اللي وريتك صورتها كانت تقول كنت أعتقد نفسي أنا الوحيدة معاق بهالعالم، ولكن بعد ما شافت زميلاتها اللي ماشيه على الكرسي واللي بعكاز واللي كانت يعني اي يعني كل واحده اعاقتها تختلف، صار كل واحده تعزي الاخرى. لكن انا احب اقول لك انه المعاق لا يعني كثيرا اذا كان في احصاءات كثيره، لكن اللي يعنيه اكثر اني اسهل له البيئة، لأنه في بنات ما قدروا يكملوا دراستهم لأنه في بعض المدارس ما فيها منزلقات، لكن الآن أعلنت مدينة الرياض على أنها خادم الحرمين الشريفين أنها أول مدينة صديقة للمعاق. وبإذن الله تعالى الآن كل التصاميم في المستقبل في الهندسية سوف تراعي هذه النقطة، المباني الحكومية وحتى تراخيص البلدية سوف فيها منزلقات، وهناك يعني يسمون الوصول الشامل، الوصول الآمن للمعاقين. حتى المرضى يعني كبار السن يحتاجوا هنا إلى العربية، فيحتاجوا هنا إلى تهيئة البيئة لهم طبعا. يعني هذا اللي كانوا يعانوا منها بناتنا، غير في بعض المعاناة. بالنسبة لجمعية الإعاقة الحركية أحب أنوه أنه هي أسست أو رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رعاه الله، وطبعا في عندنا مجموعة من المعاقين حركيا في مجلس الإدارة، ويرأسها الشيخ ناصر المطوع. فهذه يعني تؤدي خدماتها كانت تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي اللي هي تكون مظلة للمعاقين. مظلة للمعاقين وتساعدهم في الاندماج للمجتمع، وتساعدهم في تنمية الوعي العام، وأيضا تساهم في دعم الخدمات المقدمة لهم. يعني أنا أحب هنا أوضح أنه جمعية الإعاقة الحركية الآن بدأت في عدة مشاريع. المشروع الأول هذا مشروع السكن الاجتماعي. تم شراء الأرض من متبرع بمليونين وزيادة، ولكنها تنتظر من يقوم ببنائها. هذا مشروع كامل ممكن أي رجل أعمال يأخذه ويتبناه ويكون باسمه. عندنا المشروع الآخر يعانون أيضا، تقولين من الصعوبات، يعانون أيضا من الإعاقة الحركية، أنه الكرسي هذا إذا خرب ما في صيانة أو تكون بتكاليف باهظة أقل ما فيها. فهنا قدرت في دراسات لهذا المشروع انه جمعية الإعاقة الحركية تتمنى ان تقوم ب يعني بهذا المشروع وتنفذه لتسهيل المعاقين. في عندك ايضا مشروع المركز الاجتماعي، هذا الذي تتوفر فيه جميع الخدمات للمعاقين، كمثلا ممكن يكون في مسبح خاص لهم طبعًا. يكون في مثلا مساحات خضراء، يكون في العيادة لتأهيل اماكن ترفيه، تقصدين باماكن ترفيه؟ نعم، أماكن ترفيه هذا نفتقدها جدا، وكانت يعني موجودة في القصيم لكن بالرياض ليست موجودة. هذه أمنيتهم أنه يعني يجدوا مكان للترفيه ويتجمعوا فيه والإنسان يشعر فيهم. المشروع الأخير اللي هو مشروع المواصلات، هذه يعانون منها جدا، لأنه يعني أنا أعرف عندي سكرتيرتي معاقة حركيا، مرة تعطلت السيارة، طبعا هي راكبه كرسي متحرك. جلست لحد منتصف الليل ما في ليموزين يشيلها يعني على اساس انه لازم تركب الرافعه. طبعا والحمد لله انه تبرع لنا احد الامراء بمبلغ واشترينا سياره مجهزه، والان عندنا 5 سيارات ممتاز لهذا المشروع، لكنها ايضا لا تكفي طبعا، ونحتاج لتشغيل وصيانه وسائقين، تشغيل المشروع الان لسه لم يدشن. يعني آخر بس مطوية أوريكم إياها. تفضلي أكيد. معليش يعني. آخر مطوية اللي هو هذا حفل الزواج الجماعي الأول. هذول اللي شايفين هم المعاقين اللي كانوا في الزواج، والحمد لله في بعضهم أنجب ما شاء وبعضهم الله. ما شاء الله إن شاء الله في الطريق ما شاء الله. يعني أكيد هذه كلها خطوات يعني فينا نقول خطوات أولى نحو تفعيل ودمج هذه الفئة من المجتمع مع المجتمع أكثر. أكيد نحن نشكر كل اللي ساهموا في تفعيلهم أكثر.